وانت ناوي ترجع للصنف تاني يا كلدان؟ صنف؟ ده انا يا فؤاد يا حبيبي، انت جيت تفوقني. بعدين يا حبيبي انا عندي فلوس الحمد لله تكفيني وتكفي ولادي وولادهم كمان. ربنا يزيدك يا حبيبتي. هيزيدني يا حبيبي طول ما انت معايا يا فؤاد. اصل انا بصراحه كده حسيت وانت بتتكلمي مع ابو سليم ده ان انت فكرتي يعني. اخس عليك، بفكر تفهم من بقك يا فؤاد. والله ابدا، بس انا انت عارف ما بحبش اكسب حد، ولازم تاخد الناس على قد عقولها يعني. وبعدين يا حبيبي اللي مش هتحتاج لوش النهارده هتحتاج لقفا بكره. المهم ناوي تعملي ايه مع البنات؟ هعمل لهم اجتماع واقول لهم ان انا اتجوزت اللي بحبه. مش كفايه ابوهم جاب لي الدره في الفيلا وموتني نقص عمر وانا على وش الدنيا؟ ما تفكرنيش بقى يا كيداهم. ياه، واحنا نعيش مع اللي اسمها صافيه دي في بيت واحد؟ وانت مالك ومال صافيه؟ لا ابدا، اصل انا بصراحه يعني ما بستريح لهاش كده، كنا عايزين نعيش لوحدنا يعني براحتنا. نعم، تعيش براحه راحتك يا حبيبي. على راي المثل البيت بتابونا ويجي الغرب يطردونا. لا يا فوقش يا حبيبي، براحه راحتك، دي فلوسي وشقايا طول السنين اللي فاتت دي، اياك تفتح بقها وانا امسح بيها بلاط الفيلا كله. أي سادة قبل الرائع من السفيرة الرحلة رقم 801 والمتجهة إلى فيينا. نور بلدك. بعدين يا شريف، مش عارفين نقبض على الناس دول؟ اعمل ايه يعني؟ احط لهم هريم في العربيه والبسهم قضيه؟ ده انا بعد ما جات لي اخبار ان كيداهم راحت لابو سليم قلت خلاص القضيه دي بتستوي صح على نار هاديه. وزي ما قلت لسعادتك فتشنا الشنط بتاعتهم في المطار تفتيش دقيق جدا. يمكن ابو سليم هو اللي هيجيب المخدرات زي كل مره؟ جايز يا فندم، بس انا قلت ان فؤاد زعتر ده وجه جديد في المطار، وكنت فاكر ان كيداهم اكيد هتستغل الموضوع ده. الناس دي حويطه قوي يا شريف. ما تقلقش سعادتك، مسيرهم هيدخلوا المصيده. اه يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ ها ماما رجعت بالسلامه؟ طيب الحمد لله على سلامتها. بصي بقى يا ستي، انا مستني منك تليفون عشان تقولي لي حددتي لي ميعاد امتى اجيلكم. بس والنبي يا شيخ المره دي مش عايز اعذار، لا خالتي بقى اتجوزت ولا جيراننا اتجوزوا زي كل مره. لا يا حبيبي خلاص، مفيش حد تاني عندنا هيتجوز غير كريمه، يعني خلاص مفيش حد. لا دي ماما بس عازمانا بره كده عايزه تقول لنا على موضوع مهم. اول ما تخلص موضوعها هكلمها على طول في موضوع جواز انا وانت. يا حبيبي هرجع لك بالخبر اليقين طبعا. استناني بالليل اول ما ارجع هكلمك. دودو هتوحشني قوي. لا اله الا الله.